يستمر فيروس كورونا بالانتشار في أمريكا اللاتينية، والتي تحتوي ثاني أكثر دولة تضرراً من كوفيد-19 وهي البرازيل، التي سجلت أكثر من 20,000 حالة إصابة جديدة، هذا بحسب ما أعلنت الصحة البرازيلية، ليرتفع إجمالي الإصابات هناك مشاهدين إلى أكثر من 2,000,000 حالة إصابة، من بينهم وزير المواطنة ووزير التعليم المعين حديثاً سجلت إصابتهما اليوم، ليرتفع عدد الوزراء المصابين إلى 4. وتجاوز عدد الوفيات إثر هذا الفيروس 19,000 حالة وفاة.